أنا ذو الجناح، أو الميمون كما يسميني البعض، من سلالة جياد رسول الله صلى الله عليه وآله. ركبني سيدي يوم عاشوراء، ولقد تحسست آنذاك ما دار حوله، تحسست ما لم يتحسسه أحد غيري. في تلك الظهيرة ودع سيدي عائلته الوداع الأخير، ثم برز بي إلى القوم. استمر يحارب ويقاوم، وهو يكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقي على ظهري غاية جهده حتى أحدقوا به من كل الجهات، وأثخنوه بالجراح ونكسوه عني، فهوى إلى الأرض جريحا. ذببت عنه ما قدرت، ثم إني أردت إيصاله إلى المخيم، فجعلت أدور حوله، وأخذت عناني بأسناني، ووضعته بيده مشيرا إليه بالقيام، لكنه كان مطروحا على الأرض لا حراك فيه، وكأنه يعالج الموت في لحظاته الأخيرة. حاولت حمله لكنني لم أستطع ذلك، ولما يأست لطخت عرفي وناصيتي بدمه، شممته، صهلت صهيلا عاليا، ثم أسرعت لأخبر العائلة بالذي نزل به. قصدت الخيام شاردا محمحما باكيا وناعيا، الظليمة الظليمة لأمة قتلت ابن بنت نبيها. وما إن وصلت، خرجن بنات رسول الله لاستقبالي، وقد ظننن بأن سيدي عاد مرة ثانية. فلما رأينني مخزيا ونظرن السرج علي ملويا، برزن من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات، وبالعويل داعيات، وإلى مصرعه مبادرات. أما عني فلقد قال الناس أني بعد تلك الفاجعة ضربت برأسي الأرض عند الخيمة حتى مت، وقال آخرون أني همت على وجهي وألقيت بنفسي في وسط الفرات ثم لم أرى بعد ذلك. ذلك ليس بالأمر المهم، الذي أعيه فقط أن وجودي قد اقترن بوجود سيدي الحسين.